اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبين يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حكيم يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا قديم يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا سفيل يا مقيم يا منيل يا نبيل يا جليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له صاحبة ولا كان معه وزير ولا اتخذ معه مشيرا ولا احتاج إلى ضير ولا كان معه من إله غيره لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون عنوا كبيرا يا علي يا سابق يا بادئ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا عارف يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب يا توال يا أوال يا وهاب يا
مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا من حيثما دعي أجاب، يا طهور يا شكور، يا عفو يا غفور، يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا لطيف يا خبير، يا مجير يا منير، يا بصير يا ظهير يا كبير، يا وتر يا فرج، يا أبد يا سند يا صمد، يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي، يا محسن يا مسلم، يا منعم يا مقبل، يا متكرم يا متفرد، يا من علا فقهر، يا من ملكا فقدر، يا من بطنا فخبر، يا من عبدا فشكر، يا من عسيا فغفر، يا من لا تهويه الفكر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، يا عالي المكان، يا شديد الأركان، يا مبدل الزمان، يا قابل القربان، يا ذا المنن والإحسان، يا ذا العزة والسلطان، يا رحيم يا رحمن، يا من هو كل يوم في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا عظيم الشأن، يا من هو بكل مكان، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا منزح الطلبات، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا ولي الحسنات، يا رافع الدرجات، يا مؤتي السؤلات، يا محيي الأموات، يا جامع الشتات، يا مطلعا على النيات، يا راد ما قد فات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تبدله المسألات ولا تغشاه الظلمات، يا نور الأرض والسماوات، يا سابق النعم، يا دافع النقم، يا بارع النسم، يا جامع الأمم، يا شافي السقم، يا خالق النور والظلم، يا ذا الجود والكرم، يا من لا يطع عرشه قدم، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا ظهر اللاجئين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، يا غاية الطالبين، يا صاحب كل غريب، يا مونس كل وحيد، يا ملجأ كل طريق، يا مأوى كل شريد،
يا حافظ كل ضالة، يا رهب الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكثير، يا فاتك كل أسير، يا مهني البائس الفقير، يا عزمة الخائف المستجير، يا من له التبرير والتقدير، يا من العسير عليه سهم يسير.